السلام عليكم، معاكم ضحى أسامة من شركة Creative Group. إن شاء الله هنبدأ في سابع درس لينا من كورس كتابي 5. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل Add to Favorite لأي بارت عندي لما أحب أظهره في Search، فعايزة أضيفه للFavorite. فهندخل مع بعض على الـ Edit Menu وهندخل على الـ Search. هنلاقي إن عندي الـ Search فيها كذا تاب، عندي General, Advanced, Favorite. الادفانسد هلاقي ان انا ممكن اعمل زي ان انا السيرش يكون في اند او اور او اكسبت في كذا كونديشن، ان انا ممكن يعني اعمل سيرش على حاجه اكسبت كذا، او اعمل سيرش على حاجه اند حاجه، او حاجه اور حاجه اللي يظهر فيهم يعني. لكن لو دخلت هنا على الجنرال وعايزه اضيف المروحه اللي عندي في الخلفيه دي انها تظهر في الفيفوريت، فهدخل هنا على الورك بنش على التايب واختار ان انا عايزه البارت ديزاين، لانه انا هنا عندي هصنف البرودكت اللي عندي تحت تصنيف البارت ديزاين، وادخل هنا على التايب واختار ان انا عايزه اعمل البلينز عندي هي اللي يكون في الفيفوريت. البلينز اهي، طبعا ممكن اضيف كالر لو انا عايزه اضيف كالر ان انا اظهر البارت عندي بالكالر. هلاقي ان انا عندي هنا اللي عايزه ابدا اضيف الجسم، الموضوع الاد تو فيفوريت هنا لوكد مغلق، فعشان يظهر انا عندي هنا النضارتين الاولانيه بس هي اللي هتفعل لي الاد تو فيفوريت. فهدخل على الاولانيه هلاقي كل البلينز عندي ظهرت المنظر ده. هبدا اقول له عايزه اعمل اد تو فيفوريت وابدا اسمي البارت عندي زي ما انا عايزه. ممكن اسميه هايد شو بلينز، لان انا لما بظهرها بيظهر لي البلينز كلها زي ما انتوا شايفين، او ممكن لما بخفيها برضو بيحصل العكس. وهقول له اوكي بلين اول بار ديزاين، واقول له اوكي. شكرا لمتابعتكم، متنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل لشركة Creative Group. شكرا لكم.